قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنك لملبوس عليك، اعرف الحق شنو تعرف أهله. لأن ذاك أجا وشاف الخوارج على جباههم سجادات، لأنه كانوا عباد قشريين ظاهريين، يصل الليل بالنهار بالسجود والركوع والبكاء والإنابة، لكن مضيع الحق، مضيع البوصلة، كالسائر شنو على غير طريق، لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. يتصور طريق مكة هذا، والحال طريق مكة بالاتجاه المعاكس، فكلما يغض السير ويسرع المشي أو التحليق يبتعد أكثر عن القصد.